السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نخدم أنا وياكم إن شاء الله مادة الإنجليزية سنة ثالثة إعدادي. كنتمنى تكونوا جبتوا دي بون نوت ونلفكم كل خير إن شاء الله يا ربي. غادي نبداو اليوم ستادي سكيلز بيج 54 صفحة 54. إذن vocabulary colors. colors هما الألوان. الكولور colors ألوان. Write the colors. اكتب الألوان. عندنا yellow. yellow والأصفر. black أسود. blue أزرق. red أحمر. gray رمادي. orange برتقالي. brown بني. green أخضر. إذن هنا عندنا هاد ستيلات هادو ديال الصباغة، وكل تحت ثلاث صباغة غادي نكتبو الاسم اللون ديالو. إذا عندنا هنا بلو، ها هي عطينها لنا. هنا أورينج. أورينج وبرتقالي. أورينج. يلو أصفر. يلو أحمر. red أخضر. green. green بني. brown أسود. black رمادي. gray. gray إذن قلنا جري هو الرمادي. أنا ما تسحكمش نكتب مع السيفورة تاع الكاميرا. إذن غنمرو exercise number 2. clothes هما الملابس. find 14 clothes items horizontal and vertical. إذن قالوا لنا نوجدو 14 العناصر ديال الملابس. horizontal. horizontal هي كيف نقولوا افقي. vertical عمودي. وهنايا عطينا some clothes بعض الملابس، وحنايا نلقاو الاسماء ديالهم هنايا كما كتشوفوا. انا درتهم هنايا بالقلم، ولكن غادي نعاودهم انا وياكم بلي فوتر. اللي هما horizontal غادي نديرهم باللون احمر، واللي هما vertical غنديروهم بلون أزرق. blue red. blue red. إذن عندنا number one jacket. number one jacket غادي نقلبو عليها هنايا. number two dress. dress هو الفستان. jacket هي الجاكيطة كيف كنقولو. dress فستان. suit بدلة، هادي كنعنيو بها سويت. فيست سويت. تراوزرز هو لو بونطالون. لا كرافات هي تاي. الشوميز كيف كنقولو ليها اولا القميجة هي بلوز. باردون بلوز كنقولوها الشوميز ديال لا فام، ولكن قميجة تاع لي زوم كنقولو ليها شيرت ماشي تي شيرت. شيرت تي شيرت هو تي شيرت كيف كنقولو ليه، والشيرت هي القميجة. والحذاء شوز. الجوارب هما سوكس. هذا طربوش او القبعة. هات سبرديلة او الحذاء الرياضي. ترينرز تريكو تنقولوا ليه. pullover سويت قلنا. والقميص ولا القميجة ديال البنت كنقولوا لها بلوز، هذه كنقول لها شيرت بلوز. والصايا ولا لا جوب هي سكيرت. مفهوم؟ اذا غادي نلقاو هاد الاسماء اللي وياكم هنايا كاينين لي افقيين. اذا هاد الاسماء هادو اللي لقينا دابا غادي نشوفوهم هنايا. كاين لي هوريزونتال. هوريزونتال هو افقي، وفيرتيكال
عمودي، نبداو لي افقيين. عندنا شوز هو الحذاء، ها هو قلنا افقيين غنديروهم بالاحمر شوز. عاود عندنا لا جوب هي سكيرت، سكيرت. لا كرافات قلنا تاي، تاي عندنا هوريزونتال. تراوزرز هما لي بونتالون. ترينرز هو الحذاء الرياضي. سويت هي لا فيست، كنقولها الفيست ولا البدله كامله، نقولها لا فيست ونقولها البدله كامله. اذا على ما اظن هادو هما اللي عندنا هوريزونتال. دابا غندوزو لي فيرتيكال. عندنا سويت تا هي هادي بدله بالسروال ديالها. عندنا بلوز، بلوز قلنا هي والقميص او لا شوميز ديال لي فام، قميجات تاع البنات. عندنا دريس، دريس هو الفستان. هات قبعة، هات سوكس هما الجوارب، سوكس. عندنا شيرت هي القميجة ديال الرجال، شيرت. عندنا جاكيت، بولوفر، تريكو هو بولوفر. دابا غادي نمروا الاكسرسايز نمبر 3، ميمورايزين فيكابولري بارتس اوف ذا بادي. قالوا لنا باش نعقلوا على اعضاء ديال الجسم. اذا سبيك تو يور بارتنر ذن رايت بارتس اوف ذا بادي. قالوا لنا نتكلموا مع الشريك ديالنا او الرفيق ديالنا ونكتبوا كل عضو من الجسم ديالنا. اذا هنا قلنا بلاي ذا جيم، لعبوا هاد اللعبه هادي. سايمون سايز، يقول سايمون. تاتش يور نوز، نوز هو الانف. تاتش يور نوز هي قيس الانف ديالك. تاتش يور هاندز، هاندز هما ليما، قيس الايادي ديالك ولا الايدي ديالك. تاتش يور ماوث، ماوث هو الفم، لابوش. تاتش يور نيز، نيز هما ركبتين. تاتش يور ليج، ليج هي الرجل، ماشي هنا بحال من ركبة لتحت الساق، ليج. تاتش يور ارم، ارم هو الذراع. تاتش يور ايز، ايز هما لي زيو. تاتش يور ايرز، ايرز هما لي زوغاي. تاتش يور فوت، فوت هي القدم من التحت. اذا حنايا كل فليش غنكتبو قدامو الاسم ديالو. اذا هنا عندنا قلنا تاتش يور نوز، هادي هي نوز هو الانف، نوز الانف. هانتس هما الايادي، هانتس. يد وحده هانت، ولكن زوج ديال اليدين هانتس. ماوث هو الفم، ماوث. نيس ركبتين. هاد كا ما كنطقوهاش، كنقولو ديريكت نيس. ليج هي الرجل، ماشي القدم، الرجل. ليج. ارم
eyes هما les yeux eyes ears هما les oreilles ears مفهوم اذا نعقلوا على لي كولور نعقلوا على لي كلوتس ملابس نعقلوا على ذا بارت ولا بارتس اوف ذا بادي قلنا هما الاعضاء ديال الجسم ديالنا دابا غنمروا للصفحه 55 بيج 55 سكيلز ورك ريدين ريد اباوت كوبو ذا الين ذن سيركل ذا بارتس اوف ذا بادي قلنا نقراو على هاد كوبو كوبو هو هذا واحد المخلوق فضائي ولا الا بغينا نقولو سميتو الين وقالوا لنا من بعد ندوروا على the parts of the body على الاعضاء ديال الجسم اللي تذكروا لينا في هذا النص هذا the alien has got a long head very short hair small ears one big eye and a small nose its mouth is big it's got a lot of teeth and a long tongue It's got two short arms, big hands, three legs, and 3 feet. It's also got 4 toes and on its left and right feet. إذن the alien قالوا لنا alien هاد alien هو هاد المخلوق الفضائي هذا has got a long head. عنده رأس طويل. Head هو الرأس. Long طويل. راس طويل very short hair وعنده شعر قصير بزاف شعر قصير بزاف هي very short hair hair هو شعر وشورت قصير long طويل short قصير head رأس hair شعر small ears small صغير ودنين صغار small ears هي أذنين صغيرين one big eye big ديالها هو small small صغير big كبير one big eye eye عندو عين وحدة كبيرة كون عندنا هنايا two big eyes غادي نقولو اس هنا ولكن one big eye هي عندو عين كبيرة and a small nose ونف صغير nose هو الأنف its mouth is big الفم ديالو كبير it's got a lot of عندو بزاف ديال الأسنان and a long tongue it's got two short arms عندو جوج ديال الأدرع قصار big hands يدين كبار three legs and three feet عندو ثلاثة رجلين وثلاثة الأقدام هادو leg وهادو feet الرجل والقدم عندو ثلاثة توليفات وثلاثة الأقدام It's also got four toes عندو أربعة الأصابع on its left في كل رجل يمنية وأربعة الصباع في كل رجل يسرية مفهوم؟ هنا قلنا I am an alien My name's Kobo I live in a planet alpha أنا alien اسميتي أنا alien my name's Kobo اسمي Kobo I live in planet alpha كي يسكن أو لكي يعيش في planet في كوكب alpha إذن هنا غتمروا listening exercise number 2 بتسمعوا واحد ديالوغ وعادي تشوفوا اللي صحيحة ديرو فيها true اللي خطأ ديرو فيها false ديرو غير الحرف الأول إما F ليا فوز ولا تي ليا ترو هنا قالك إبراهيم likes light colors إبراهيم كيعجبو الألوان اللي ماشي مغلوقة اللي مفتوحة light هي اللي خفيفة Lucy's favorite color is light green Lucy اللون المفضل عندها هو الخضر اللي مفتوح كيف تنقولو حنايا ماشي غامق إبراهيم's favorite color is dark blue إبراهيم اللون المفضل عنده هو الأزرق مغلوق إذن dark هي اللون اللي مغلوق واللايت لون خفيف إبراهيم doesn't like
fashionable clothes. ابراهيم ما كيعجبوش الملابس ديال الموضه الا بغينا نقوله. ابراهيم and Lucy have got the same tastes. ابراهيم ولوسي عندهم نفس الذوق الا بغينا نقوله. اذا هنا كيف قلنا حتى تسمعوا لهذاك الاثنين عاد غادي تجاوبوا. دابا غادي نمروا exercise number 3 speaking ask and answer questions about clothes and colors. هنايا طالبين منا باش نسألو ونجاوبو على شنو هما الملابس المفضلة عندنا وشنو هما لي كولور المفضلة عندنا. مفهوم؟ عطينا هنا have you got، هل لديك مثلا have you got trainers، have you got jeans، have you got jacket، have you got t-shirt etc. what are your favorite clothes، اشنو هما الملابس المفضلة عندك. مفهوم؟ إذن أنا هنا صيبتهم you have you got a t-shirt. partner هو الشريك أو الرفيق اللي غدير معاه الحوار. yes I have، إذن هنا قلنا واش عندك، هل لديك t-shirt. yes I have، نعم عندي. what color is it، شنو هو اللون ديالو. what color is it، it is yellow، إنه أصفر. and have you got trainers، واش عندك سبادغي. yes I have، نعم عندي. what color are they، علاش قلت are they حيت عندي هنا trainers، trainers كنكتبها بس حيت ما يمكنش نقول trainer حيت عندنا جوج ديال الفردات الا بغينا نقولو كنديروهم على شكل جمع. اذا what color are they، اشنا هو اللون ديالهم. they are black، انهم الا بغينا نقولو سوداء، ديك البرديله سوداء. what are your favorite clothes، اشنو هما الملابس المفضله عندك. اذا هنا انا قلت my favorite clothes، الملابس المفضله عندي are، حيت غادي نقول بزاف jeans blues، jeans هو جين، blues قلنا هي لا شوميز ديال لا فام، and skirt، skirt هي لا جوب. مفهوم؟ دابا غادي نمروا تمرين رقم 4 exercise number 4 write a short description of your friend. قالوا لنا نكتبوا واحد لا ديسكريبسيون قصيره على الصديق او الصديقه ديالنا. my friend's name is، الا درنا البنت غادي نديرو شي، ولا درنا ولد غادي نديرو هي. انا هنايا كتبت رايتين على ولد وكتبت رايتين على بنت، اذا غادي نقرا معكم هذه الاول ونعاودو نقراو الثانيه. my friend is عثمان، he has a black eyes and a white skin، he has a short black hair، also he's got a long beard، his favorite color is blue، he is very handsome. اذا my friend is عثمان، صديقي اسمه عثمان. he has a black eyes، عنده عينين سوداوين الى بغينا نقولوا، and white skin، وبشره بيضاء. he has a short black hair، عنده شعر قصير كحل. also he's got a long beard، وكذلك عنده لحيه طويله. his favorite color is blue، اللون المفضل عنده هو الازرق. he is very handsome، انه وسيم جدا. هنا الا بغينا نكتبوا على صديقه، my friend is Amina، she has a long black hair and she's got a green eyes، she is a lovely girl، she is taller than me، her favorite color is pink، she is very cute. اذا my friend is Amina، صديقتي اسمها امينه، she has a long black hair، عندها شعر طويل اسود، and she's got a green eyes، وعندها عينين خضراين خضراوين او لا خضرين. she is a lovely girl، الا بغينا نقولوا محبوبه، انها فتاه او لا بنت محبوبه. she is taller than me، هي اطول مني. her favorite color، اللون المفضل عندها is pink، pink هو الوردي. she is very cute، انها لطيفه جدا. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله يا ربي.